بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، نحييكم اجمل واطيب تحية من ارضية عاصمة الميادين ميدان الوذبة عبر قناة ياس الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقات لهذا اليوم لسن الحقائق. نذهب مباشرة للشوط الاول الرئيسي للقعدان. مقدمة الشوط مصيحان ناصر بن بخيت بن حوير بن منصوري، من يقدم لنا هذا الاسم؟ انتقل مباشرة بدوري مع المركز الثاني دهام عبيد بن سالم بن عبيد بن علي الراشدي. المركز الثالث، من تدخل؟ كفو، يتقدم شعار ابو مسلم ويقدم لنا كفو بهذا الانطلاق المميز. مبارك بن حمد بن العود العامري يستلم القيادة والصدارة. المركز الرابع، يغير وينطلق في هذه اللحظات مبدع سلطان بن ريو بن محمد المنصوري. بو عمر، من يقدم هذا الاسم؟ يغير الى المركز الثالث. رابع المراكز، منيات الشبابي خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي محتلا مع المركز الرابع. المركز الخامس، وردان علي بن سعيد بن سالم بن سالمين النعيمي يتقدم مع المركز الخامس. المركز السادس، الساعي مبارك بن احمد بن سويلم العامري. سابع المراكز، ارى اللي هو متعب سالم بن فارس بن حمد الشامسي. نشوف اللي في المركز الثامن، ينطلق مباشرة وياتينا دهام عبيد بن سالم بن عبيد بن علي الراشدي. تاسع المراكز، قزيل سعيد بن سالم بن حمد اليديلي. اما اللي في المركز العاشر وختام النداء الاول، يتقدم مباشرة الاتحادي محمود بن محمد بن سالم الغيبي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الاول. نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول. من يسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول؟ كفو، كفو، وهو كفو لها بالفعل مع المقدمة والصدارة. مبارك بن حمد بن عود العامري، من يقدم لنا هذا الاسم اللامع؟ يقدم لنا هذا كفو. ها هو اللي بيه المراغبة، راعي الانجاز بالفعل، راعي العوايد ما يخلي عوايده. يتقدم الجميع في مقدمة الشوط ومع المركز الاول. عونوا لوني ابو مسلم مع المركز الاول. ثاني المراكز، اللي في المركز الثاني متعب سالم بن فارس بن حمد الشامسي، انطلاق مباشر من الشبابي خليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي. المركز الرابع، وغير الثالث، يتقدم ربدان، تعود الملكية محمد بن خويتم بن بخيت العامري، يتقدم مباشرة في هذه اللحظات ويعلن هذا الحضور المميز. ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الكادر العلوي، لنا عودة مع كفو. كفو ما سلم المهمة، كفو مع مقدمة الشوط بدون أي توامر على الإطلاق المباشر. علم الحياة والطيبين بيني أبو مسلم، ها هو راعي الإنجاز بالفعل، ها هو راعي العوايد ما يخلي عوايده، راعي العوايد ما يخلي عوايده. باي باي للجميع، أعلن مغادرة أبو مسلم، أعلن مغادرة كفو راعي الإنجاز. من منا لم يعرف كفو بالفعل؟ ها هو كفو راعي الأفعال بالفعل والعوايد المميزة، راعي الصدارة والنواميس. سلام زاخر سلام، سلام أبو مسلم، سلام بانفراد كلي للغاية، بانفراد كلي للغاية. تهانينا والناموس من هذه اللحظات لمبارك بن حمد بن عود العامري. أشكرك يا أبو مسلم على هذا الإبداع والأداء المميز الذي قدم لنا كفو بالفعل، راعي الإنجاز الطيب وراعي العوايد ما يخلي عوايده. استقبل التهاني يا أبو مسلم على عدستك لهذا اليوم، لهذا القعود مشاهدينا الكرام المميز كفو. تهانينا والناموس لمالكه مبارك بن حمد بن عود العامري، وسلام زاخر سلام، صب عليهم بالخير ابو مسلم وقدم لنا كفو. تهانينا والناموس ولحظة الوصول بدون اي منافس على الاطلاق المباشر. ثاني المراكز، ربدان محمد بن خويتم بن بخيت العامري. والمركز الثالث، الطاير سعيد بن عامر بن سالم المغيري. والمركز الرابع، رابع المراكز، الاتحادي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس، من وصل عتيم سعيد بن علي بن عامر الزرعي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة إلى كفو، وهو كفو لها بالفعل بومسلم. تهانينا والناموس لمالكه
مبارك بن حمد بن عود العامري قطع المسافة زمن وقدره 4 دقائق 24 ثانية 8 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمبارك بن حمد بن عود العامري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز التوقيت الزمني 4 دقائق 29 ثانية وفاء وتماما منته مع المركز الثاني اللي هو ربذان محمد بخيت بن بخيت بن العامري. المركز الثالث 4 دقائق 29 جزء واحد من الثاني من حلا مع المركز الثالث الطاير سعيد بن عامر بن سالم المغيري. رابع المراكز يشوف التوقيت الزمني 4 دقائق 31 ثانية 6 من الأجزاء الاتحادي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الخامس 4 دقائق التوقيت الزمني 33 ثانية وفاء وتماما من أتى اللي هو عتيم سعيد بن علي بن عامر الزرعي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس للجميع.